يا مساء الفل واهلا بيكم معانا وحلقه جديده ويوم جديد وينبوكس. اخباركم يا جماعه؟ النهارده حلقتنا كده عنوانها القوه والتحدي والاراده. هنعرف ليه، لكن طبعا في البدايه ارحب بنوره. يا نوره يا مساء الفل عليك. يا روح عامل ايه الاخبار؟ زي الفل الحمد لله، كله زي الفل الحمد لله. النهارده ان شاء الله زي ما كان بيقول كده فاروق هيكون معانا قصتين حلوين جدا، يمكن لاصحاب القوه والاراده زي ما كنا بنقول. في اخر فقراتنا هنستمتع بصوتين حلوين جدا، هما اختين يمكن ربنا اراد ان هما يتولدوا فاقدين للبصر، ولكن انعم عليهم بموهبه وصوت حلو جدا في الغنى كمان بيعزفوا. هيكون معانا جودي ومريم. جودي 6 سنين ومريم 12 سنة، مظبوط؟ هيكونوا منورينا ان شاء الله في اخر فقراتنا. هنسمع بقى كده صوت حلو جدا وعزف كمان حلو جدا، ونعرف ايه حكايتهم بالظبط. اتنين النهارده معانا من طيور الجنه كده بجد والله ان شاء الله. طيب طبعا زي كل اسبوع ميعادنا الاسبوعي مع دكتور باهر السعيد وفي الكبسوله، والنهارده برضه هنستكمل معاه موضوعنا من الاسبوع اللي فات عن الانيميا، وحلقه برضه هتكون مفيده جدا ان شاء الله. بالظبط كده. اما بقى فقرتنا دلوقتي فهنتكلم معاكم عن قصه بطل عربي، يمكن حكايته كده هتكون ملهمه لناس كتير جدا بتبقى معتقده ان الظروف او الضغوط او المشاكل اللي احنا بنعدي بيها ممكن تعطلنا شويه، ولكن هو قدر يثبت لنا انه مفيش حاجه ممكن تعطل الانسان عن اي هدف هو عايز يوصله طول ما عنده الاراده والعزيمة. صاحب قصتنا النهاردة أو بطلنا النهاردة هو مايكل حداد. هو راجل لبناني يمكن تعرض لحادث وهو صغير، عنده 6 سنين، أدت لشلل حوالي 75% من جسمه، ورغم كده حقق أرقام قياسية. هنتكلم معاكم دلوقتي بالتفصيل عن الأرقام دي. بصوا يا جماعة، يعني هو مايكل من القصص فعلا الملهمة والمشجعة جدا لأي حد يعني عايز ياخد خطوة إيجابية في حياته، أيا كان بقى حد يعني من الأصحاء أو حد كمان تعرض لحادث أو لمشكلة ما، بس فعلا قدر أنه هو يتحدى الصعاب من خلال بقى أكتر من مشوار. يعني على سبيل المثال مثلا حقق 3 أرقام قياسية، وكان أولهم ماشي 19 كيلو من منطقة أرز بشارة في لبنان إلى منطقة أرز تنورين، وتاني رقم برضو كسره كان تسلقه بقى صخرة الروشة، وطبعا دي صخرة مش سهلة تسلقها جدا لأنها صخرية جدا، وكمان زواياها بتبقى يعني حادة شويتين ثلاثة أو محتاجة مجهود بدني شويتين. بالظبط كده. وتالت رقم حققه هو أنه قدر يتسلق قمة القرن السوداء، ودي أعلى قمة في بلاد الشام. طبعا من النهاردة بقى بدأ كمان مايكل ان هو يستعد للرحلة، بس الهدف المرة دي ان هو يوصل للقطب الشمالي، وهو ماشي طبعا شايل علم الأمم المتحدة اللي اختارته سفير ليها لبرنامجها الإنمائي للتغير المناخي. يعني حابة أقول لكم كده أنه مايكل سيادة السفير كده مايكل حداد هو معانا دلوقتي على التليفون. ألو ألو يا أستاذ مايكل، تحية لإلكم ولمصر الحبيبة، لمصر أم الدنيا. عن جد من لبنان منقول اشتقنا لأهلنا بمصر، واشتقنا لهالصوت الحلو من هالأرض العظيمة. يعني بدي إلكم بونسوار. وإحنا كمان جدا يا مايكل، كيفك أنت وطمنا عليك وعلى أحوالك؟ كتر خير الله، كتر خير الله، بخير بخير كل لحظة. يعني مبروك اختيار الأمم المتحدة ليك، ويعني حقيقي قصتك ملهمة لناس كتير، وحقيقي انت بطل بنعتز بيه، وبنعتز كمان انه هو من الوطن العربي. ولكن اكيد كده من وقت 6 سنين لحد دلوقتي في قصة وفي كواليس، لو حابين نعرف ايه كلمة السر وراء الاهداف كلها اللي انت قدرت توصل لها دي. لك انا في شغله اكتشفتها بحياتي، انه بالايمان والاراده ما في شيء اسمه مستحيل. يعني الانسان اذا ايمن بحاله، ايمن بقدراته، ايمن بوجوده، ايمن بالطاقه الموجوده بقلبه، وايمن انه مش بس الايمان وحده بيوصل، اذا كان عندنا الاراده الكافيه انه نحن نكسر الحواجز اللي بتحطها قدامنا الحياه، ما في شيء اسمه مستحيل. وإذا بتسمحوا لي، يعني أنا شخص بعمر 6 سنين دارت معي الجيت سكي بالغلط، وما كنت بعرف شو هي وشو صارت هيك، ما بدي أطول كثير الحديث. دارت معي
على الفزع تبعولي وعلى الخوف تبعولي دعست الاكسلريتر يما الهيتا تبع السرعه وعلى اثر السرعه فت فيها بصخر بصخر المارينا على هالاساس صار معي شلل من الصدر ونازل. يعني انا من الصدر ونازل ما بقدر ابدا احرك جسمي. كيف بمشي؟ بلبس شيء اسمه اكزوسكيلتون او جهاز تقويمي بيلقطني بالابرايت بوزيشن، يعني بيلقطني انا واقف بهدي لي جسمي على بعضه كرمال ما يقشط. وكيف بقدر امشي؟ بحمل حالي بكل خطوه. من انسان وقع عالم بطل فيه يقدر يتحرك لانسان كسر الصعوبات كلها سوا. الاساس هي شغلتين، ايمان واراده. ايمان انه نحن فينا نكسر كل الحواجز، هذا الشيء اللي اكتشفته بحياتي، وبدنا إرادة صلبة كرمال نتخطيها. صح، عظيم جدا. طب مايكل، يعني برضو قلنا كده عن الخطوات اللي انت عملتها، كلمنا اكتر كمان مين اللي كان الداعم ليك في الطريق الطويل بتاعك؟ ليك انا اكتشفت بحياتي يعني انه الانسان قدام خيارين، يا بدك تستسلم للواقع اللي انت فيه وتقول انه خلص انا الدنيا كلها تغيرت قدامي، الدنيا كلها تكسرت قدامي، ما بقى فيني اعمل شيء، يا اما بدي اتسلح بهذه القوة الموجودة حوالينا اللي منشوفها دايما. يعني سبحان الله، سبحان رب العالمين، انه دايما بيكون عندنا نحن شيء بخلينا نحن ندفش لقدام. وبحالتي مثل ما كنت عم اقول لك، كان عندي خيارين. اما انه انا استسلم للحال اللي انا فيها واقعد بالبيت وما اتحرك، واما انه بدي اتسلح بالقوة الموجودة جواتي وجواتنا كلنا وتو موف فورورد ونمشي فيها لقدام. صح. انا بطبيعتي قلت انه ما بدي استسلم للإعاقة، بدي بلش انا اشتغل على حالي. اشتغلت على حالي من شخص ما بيقدر يمشي، عمل اول خطوة. وبعدين قلت انا طيب وين الإعاقة بالحياة؟ هل الإعاقة هي فينا؟ فيي انا بجسمي؟ طيب من بعد ما كنت مشلول كليا تمكنت انه اوقف واقدر امشي مستعمل جهاز تقويمي. هلا بمشي بطريقة مختلفة، بس انه هل انا بعدني معوق او انسان ما بيقدر يطلع منه شيء؟ لا طبعا. فاكتشفت اعمل افالي لونج ستوري شورت، يعني قصة كتير طويلة الخصها. اكتشفت انه لا، الاعاقة هي موجودة حوالينا، نحن منقرر اذا الاعاقة منغرق فيها او بتحبنا او بتحب لنا مجتمعنا. وخاصة بلبنان اكتشفت انه مش بس الاعاقة بتكون بالجسم، اكتشفت انه نحن الاعاقة موجودة بشيء اسمه هويتنا، بالوي تبعنا نحن كلبنانية. شو عم نعمل للهوية العربية؟ ليه نحن هويتنا العربية ما عم تكون on the top of the world بكل بلاد العالم عم ترفرف؟ لانه بانسانيتنا وبطموحنا وبارادتنا فينا نعطي كثير لقدام، لهويتنا، لمجتمعنا، لمين نحن. ومش بس نحدها بهويتنا، بدنا نطلع كمان على ارضنا، انه الاعاقه انا اوكي صار معي سباينال كورد انجري ما قدرت مشيت، قررت امشي مش لحالي، قررت امشي تبرهن انه الاعاقه هي نفسيه تفكير، وبالايمان وبالاراده ما في شيء اسمه مستحيل. والفرد شخص الواحد ما بيقدر يأثر على المجموعة، والمجموعة لوحدها بتقدر تغير كتير. سو أنا وقت مشيت كرمال هويتي العربية، ومشيت كرمال الإنسانية، تقول إنه ما في شيء بحد الإنسان وطموح الإنسان، وإذا كلنا نحنا حطينا إيدينا بإيدين بعضنا فينا نرجع نحنا نعمل وطننا أجمل وطن بالعالم ونتخطى كل الصعوبات، على شرط واحد أساسي، وهون الخطوة الثالثة أنه نتطلع بالأرض وبسلامة الأرض، لأنه اليوم نحن الأرض عم بتموت. التغير المناخي، نحن عم نواجه الكوفيد 19 هلأ والأثر ما تبع الكوفيد 19، يعني اللي عم يواجهنا كلنا. بس في شغلة كتير مهمة بيقولها الأمين العام للأمم المتحدة ودايماً عم يذكر فيها، حذاري حذاري حذاري، إذا منوصل نحن والأرض بتوصل على الـ point of no return، أي نقطة اللا عودة، إنه حرارة الأرض تعلى، هونيك اللي بتبلش المشاكل. ونحن خاصة بالمجتمع العربي تبعولنا عم نشوف قد إيه الحرارة عم تأثر فينا،
والمي كيف عم تتأثر وإلى ما هنالك. أكيد، ويمكن أنت زي ما قلت كده أنه فعلا الإعاقة مش في الجسد، ولكن يمكن الإعاقة هي إعاقة تفكيره. معروف طبعا عن الشعب اللبناني أنه هو محب للحياة، ما بيستسلمش بسهولة. بس حابة أعرف منك تفاصيل أكتر عن رحلتك للقطب الشمالي، ليه اخترت القطب الشمالي وهتبدأ إمتى؟ نحن كنا بدنا نعملها هيدي السنة، يعني كانت جون 2020 هي النقطة اللي بدي انطلق فيها ورح خبرك شو الأبعاد تبعولا. بس للأسف الشديد كوفيد إجا وسكرت كل الحدود واضطرينا نحن نأجلها هوبفري ل ل ل ل ل 2021. بس الفكرة من وراها هي كالتالي. أول شيء في شيء ما قدرنا خبرني انه for the past 4 years على مر 4 سنوات عم نشتغل نحن، وخاصة كانت اصحابنا بجامعة القاهرة وشركائنا كمان بمصر مع الجامعات الامريكانية بلبنان وجامعات بالعالم، كنا عم نتعاون انه طيب كيف نحن نقدر نخلي انسان عنده احتياجات خاصة or إصابة بالنخاع الشوكي أو شلل ما أو ضعف ما يقدر يطور حاله أو يطور حاله وتصير independent. نبلش نحن نفكر بالأشخاص اللي عندهم احتياجات خاصة ونخليهم يصيروا مستقلين. خاصة بلشنا نحن الاكسبيرمنت بشيء اسمه exoskeleton solutions، يعني الأجهزة التقويمية وكيفية تطويرها. وخاصة أنه الانجازات اللي انا كنت عم بعملها كثير مش معها الساينس بهذا المجال، يعني المجتمع العلمي كان عم يشغل معي بكل خطوه كرمال يخلي هالانجازات تصير حقيقه. لان من شخص ما بيقدر يمشي يقدر يعمل 60,000 خطوه ويمشي الالوف الكيلومترات على مد 4-5 سنين، هذا بيتطلب a learning environment، يعني a field of learning، يعني بده كتير تدخل علمي وبنفس الوقت فينا بيطلع منه نتيجة تطور علمي. طيب من شخص ما كان يقدر يمشي لشخص تبنى مشروع أممي مع الدول العربية، وهون شكر الكبير لمصر أم الدنيا، لأن عنا شركاء كتير قوية بمصر عم تشتغل معنا هذا الموضوع، لأنه الإنجاز هذا منه إنجاز شخصي، إنجاز مجموعة من الأشخاص عم تشتغل عليه، إنه أنا أقدر أتمكن شخص ما بيقدر يمشي مشلول من الصدر ونازل يقطع مسافة 100 كيلومتر بالقطب الجبالي، والعبارة عن القطب إنه شقفة جليد على رأس الكرة الأرضية، وهو إذا بدك الأكسية تبع الكرة الأرضية، هو محور الكرة الأرضية، هي نقطة ارتكاز الكرة الأرضية. والهدف من وراها تنفرجي قديش حقيقة هو التغير المناخي، وقديش القطب الشمالي عم يتأثر، وقديش هو عم بيدوب. والفكرة من وراء انه نحن نحمل العلم الأمم المتحدة ونطلع فيه لفوق، تنقول للعالم انه اليوم، وخاصة اجا كوفيد وساعدني اذا بدك تبرهن هيدي الفكرة، انه اليوم ما بقى في حدود وقت بدنا نحكي بشرية، ما بقى في حدود وقت نحكي تغير مناخي. اليوم نحن كلنا كبشر، كلنا كشعوب منتأثر إذا تغيرت هيدي القصص. إذا داب القطب كلنا رح نتغير. إذا إجا الكوفيد 19 كلنا رح نتأثر. إذا مجتمع انهار كلنا رح نتأثر. وين ميتنا؟ وين شجرنا؟ كلها يا مايكل، كلها علاقة مشتركة طبعا. لكن يعني بصفتك بقى تم اختيارك سفير للنوايا الحسنة لتغيير المناخي، كلمنا كده أكتر عن الموضوع ده، وكمان أهم القضايا اللي أنت حابب تتكلم عنها عن البيئة وعن المناخ بشكل محدد. يمكن زي ما أنت قلت أن الكورونا جت في الفترة الحالية، بس رب ضارات النافعة، قعدنا الفترة اللي فاتت أغلبية الناس عشان الحظر في بيوتنا، والبيئة استعادت توازنها مرة أخرى. يمكن شفنا ثقب الأوزون الحمد لله يعني خلاص اكتمل وأغلق، شفنا كمان الاحتباس الحراري يمكن قل بشكل كبير جدا، والبيئة اتنفست زي ما احنا بنقول بالعامية كده، شمت نفسها. ليك بدي اقول لك شغلة، بس ما بدي انا احبط معنويات. مظبوط انه صار في تغيرات صغيرة جدا، ما صار في تغير جذري بالقصص اللي بتختص للتغير المناخي، لانه التغير المناخي بده خطة اصلاح طويلة عريضة. بدنا نبلش نحن نفكر
بالسستينابيليتي يعني على المدى البعيد. بدنا نبلش نفكر بالمدى البعيد وبدنا نبلش نفكر انه نمشي بطريقه اكثر يعني بدنا نبلش نفكر ببوليسيز اللي هي نفكر مثلا باعاده التدوير. بدنا نفكر بدنا نبلش نعمل سستينبل كوميونيتي يعني يعني مجتمع بداوي نفسه بنفسه. ما فينا بقى نكون مجتمع استهلاكي فقط. بدنا نبلش نفكر كيف نحن بدنا نحافظ على الانرجي تبعنا على الطاقه تبعولتنا. كيف بدنا ندور هذه الطاقه؟ كيف بدنا نستعمل زراعتنا؟ كيف نحن كشعوب بدنا نتعاون سوا كرمال نخفف حراره الارض؟ كيف بدنا نحن بدنا نبلش نفكر جرين، بدنا نبلش نفكر اخضر، بدنا نبلش نفكر. يعني بدي اقول لك شغله كثير مهمه انه وبرجع بكرر اليوم الكوفيد 19 اذا بدك في كثير دراسات بتقول له علاقه بالتغيير المناخي. بعد ما تبنتها الامم المتحده لانه هيك انا ما فيني اعول انه هيدي مضبوطه، بس في كثير دراسات حتى بال WHO اذا بدك تتاكد من هذا الموضوع وفينا نحكي فيها كثير بيقولوا انه في علاقه من الكوفيد 19 وانتشاره بالكلايمت والتغيرات المناخيه. شغله ثانيه انه هون كمان بدي اعول على نشاط برنامج الامم المتحده الانمائي خاصه بالايكونوميك ريكفري. يعني بتعرف كثير من عوالم من شعوب الناس هلا عم تقول انه شو عم تحكونا انتم ببيئه، شو عم تحكونا بتغير مناخي؟ طب ما نحن اقتصاداتنا عم تنهار، بدنا نبلش نشم ريحه نحن نجمع قوانا ونبلش نحن نرجع نرجلج اقتصاداتنا كرمال ترجع تتاقلم. نحن هون بدنا نقول شغله مهمه انه مزبوط نحن بدنا نقلع اقتصاداتنا، ويمكن لبنان وكم دولة من دول العربية عم تعاني من هذا الموضوع، بس خلينا نحن نبني اقتصاداتنا على 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 الجرين ريكفري. يعني خلينا نحن نعمل الاستشفاء تبعنا يكون استشفاء صديق للبيئة كرمال ما نرجع الخضار لنصر. الخضار يا مايكل اكثر صح يا مايكل، يعني نورتنا جدا وبنشكرك وبنحييك، وان شاء الله ان شاء الله كان نفسنا اكيد ان انت تبقى معانا النهارده، ولكن ان شاء الله يكون لينا لقاء قريب معاك كده في زياره لمصر. انا بشكرك جدا ونورتنا، وان شاء الله بالتوفيق ليك في رحله القطب الشمالي. بطل مفيش، يعني بص مهما الواحد يتكلم صاحب القصه دايما هو لما بيحكيها بتكون ملهمه اكتر وبتوصلنا بشكل اكبر. ده بقى ايه نعمل يعني بالنسبه لنا كده، يعني نحط مايكل مثال لينا وكقدوه ان اي حد بيفكر ويقول لك لا انا مش هقدر، لا مفيش حاجه اسمها مستحيل. الراجل ما شاء الله يعني ربنا يكرمه يا رب كده والمزيد من النجاحات وكمان الارقام القياسيه تحقق اكتر بشكل كبير. مايكل يعني ما وقفش، 75% شلل بالنسبه له، لا قال لك ال 75% دول هقلبهم بالنسبه لي ان انا هيبقى عندي طموح اكبر وبشكل طاقة. اقوى اقدر احدد انا عايز ايه بالظبط كده. ومن قصه مايكل والتحدي والاراده اللي فيها لقصه تانية هتكون معانا بعد الفاصل. هنستمتع كده بنوته موسيقيه لملكات جمال الاراده والتحدي مريم وجودي محسن بعد الفاصل، خليكم معانا. زي ما قلنا لكم كده في بداية الحلقة النهاردة معانا موهبتين جمال جدا، يمكن لقبوا بملكات جمال الإرادة والتحدي. أكيد ساعات كده ربنا بيبعت لنا اختبارات في حاجات ممكن تكون غالية علينا جدا أو حاجات إحنا بنمتلكها، ولكن اللي بيعوضنا لما نكون مميزين بحاجات عندنا مش عند ناس تانية. النهاردة زي ما قلنا لكم معانا عزفتين كده للبيانو، أصوات حلوة جدا جدا، هنستمتع معاهم. منورنا هنا في الاستوديو جودي محسن. يا جودي ازيك؟ الحمد لله. وكمان أختها مريم محسن. ازيك يا مريم؟ الحمد لله. عاملة ايه؟ طيب الحمد لله. فين الصوت؟ فين الباور؟ ملكات جمال يا جماعة بجد والله، يعني زي ما الكتاب بيقول، وكمان ملكات جمال التحدي والإرادة. يا جودي ازيك؟ الحمد لله. انت عندك كام سنة؟ انا عندي 6 سنين. انت كبيره قوي، ايه الجمال ده؟ قولي لنا بقى، بتحبي البيانو من امتى والغنى ومين حبيبك فيهم؟ انا وقفت على المسرح من وانا عندي 3 سنين. 3 سنين بحالهم؟ ده من زمان جدا. ايوه. وبعد كده انا عديت 4 سنين وكنت برضو لسه بغني.
أنا لما كنت بشوف مريم بتعزف أختي يعني كنت عايزة أجرب، فأنا جربت فعلا وعزفت حاجة من نفسي وكنت عمالة أطلع حاجات. وبعد كده مريم ماما بعتت لمستر أحمد جمال، هو اللي كان بيعلمنا بيانو أنا ومريم، بعتت وريت له اللي أنا عزفته وقرر يبدأ معايا ويشوف لحد ما احنا وصلنا لمستوى عالي وبقيت أنا أصغر عازفة بيانو، صح؟ اه ده انت أصغر مذيعة بتتكلمي. اه شفت ما شاء الله الله أكبر شطورة خالص. طب يا مريم احكي لنا انت بقى بدايتك كانت عاملة ازاي مع البيانو أو حتى الغنى؟ لا انا بدايتي اصلا انا يعني ماي بروفيشن از بيانو. انا بدات في الاول وانا عندي حوالي 8 سنين تقريبا، كنت بعزف اورج، يعني كانت الاورجات اللعبه اللي بابا كان بيجيبها بتاعه الاطفال دي. وبعدين بدات اللي هو بقضي وقت كبير قوي عليها اللي هو عكس اي لعبه تانية. فماما بدات تحس انه في حاجه، انا يعني في عندي حس موسيقي شويه مختلف عن اي طفل، مش مجرد ان انا بلعب يعني. بس فبعدين قلت لها طب ليه انا عايزه اتعلم وكده، فبدأت أتعلم موسيقى بشكل جدي شوية. وبعدين بقى بعد يعني فضلت مثلا لحد من سنتين كده بعزف أورج عادي، وبعدين قررت أن أنا طب ليه ما أعزفش بيانو بشكل أكبر شوية بمساحة أكبر بشكل متقدم، فبدأت أعزف بيانو بقى يعني. حلو جدا جدا. طيب احنا هنسمع بقى عزفكم على البيانو، هنسمع كمان أصواتكم الحلوة، بس هنطلع لفاصل صغير ونرجع نكمل مع جودي ومريم، خليكم معي. ايه الجمال ده؟ خدتينا في مكان تاني خالص يا مريم، يعني نادرا فعلا والله بجد لما بسمع عزف موسيقي مش حد بيغني واسمع فيه احساس في عزفه. برافو عليكي، شطوره يا مريومة. مريم قول لنا كده يعني وانت بقى يعني بتتعلمي المزيكا كده والحلاوه دي كلها، كان في صعوبات واجهتيها؟ هو اكيد كل حاجه بيكون فيها صعوبات، وخاصه مثلا يعني مثلا في البدايه انا عشان اتعلم بشكل اكيد كان في حاجات كتير اصلا واقفه في الطريق، انه مثلا في ناس ما كانوش مقدرين ان انا او ما كانوش مدركين ان انا هقدر اعمل حاجه، كانوا شايفين ان انا لو هتعلم هعمل حاجه قليله، ما كانوش متوقعين ان انا ممكن اكون متقدمه في البيانو كده. ولكن زي ما برضو يعني كده في حاجات
في كده ربنا بيفتح طريق. فبعدها يعني جالي الحمد لله مستر احمد جمال، هو لحد دلوقتي انا بقول هو امن بيا، هو حاسس ان احنا نقدر نعمل حاجه. وفعلا احنا بقالنا يعني سنتين او اكتر شويه وعملنا فيهم حاجات كتير جدا. يعني انا يعني وقتها قبل الفتره دي انا كنت محبطه جدا، وكنت حاسه ان انا مش هقدر اعمل اللي انا يعني عايزاه، او انا اقدر اعزف بشكل اللي انا بتمناه. هو اللي شجعك؟ هو شجعني وماما وبابا طبعا وكده. ف يا جودي ايه، مش هنغني ولا ايه؟ هنغني؟ اكيد هنغني. اكيد هنغني. هنغني ايه؟ انا هغني ادري نعملها. لا نسمع فطوطة الاول، كان قبل الفصل. بص يا جماعه يعني دلوقتي فطوطة توتا تو. يلا طب اعملنا فطوطة. يلا هي يلا نعمل فطوطة. ماشي يلا بينا. انا مينا فطوطة، كل سنة وانتي طيبة وانت طيب. اقول لكم على سر السنة اللي جاية، انتم هتكبروا واللي بعدها هتكبروا اكتر واكتر لحد ما تبقوا زبات ودكاترات ونهنجزين ونحنيين. الوحيد اللي مش هيكبر وهيفضل طول عمره أزعة وتفلة مين؟ فتوتة. هو فتوتة. شطورة يا جودي. انت بتعرفي تقلدي كذا حد ولا هو فتوتة بس؟ شكلك شاطرة في التمثيل صح؟ بصراحة بصراحة التمثيل؟ انا جربت من نفسي وماما وبابا اتبسطوا بيا. يعني انت بتحبي التمثيل قوي؟ انا بتحبي امثل. نفسك تمثلي؟ بتحبي مين من الممثلين؟ احمد امين. أيوة. واحمد حلمي. احمد امين واحمد حلمي. طبعا للفنانين الجمال احمد حلمي واحمد امين. يا جماعه يعني مش هتكلم كتير، هي بتتكلم عن نفسها لوحدها ما شاء الله، موهبه يعني. طيب عايز تغني ايه دلوقتي؟ قادرين نعملها؟ يلا يلا. اوقات الدنيا بتوجعني وساعات بتعاند ويايا، لا بخاف واخاف ازاي يعني، دايما مطمن طول ما انت معايا. لو تسكت
الله 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 الله، ايه الجمال ده؟ ميرسي يا خلاص جميله قوي. يا مريم. نعم. ازيك يا مريومه؟ الحمد لله. قولي لنا يا مريم كده عن الحفلات اللي انت شاركتوا فيها، وكمان طبعا يعني مشاركتكم مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا طبعا من ابرز الحفلات كانت مشاركتنا في حفله قادرون باختلاف النسخه الثانيه. طبعا بحب اشكر طبعا استاذه امل مبدئ جدا، هي كانت احد الاسباب يعني. وبرضه كان لينا مشاركات في حاجات كتير، مسابقات مثلا شاركت في مسابقه ابداع لوزاره الشباب والرياضه للجامعات واخدت المركز الثاني، وانا كنت اصغر واحده يعني. شاركت في ملتقى الثاني والثالث للفنون اولادنا برئاسه دكتور سويرة عبد القادر. شاركت في كنوز مصريه، والحمد لله كان عندي تفوق دراسي، كنت من اوائل الشهاده الاعداديه الابتدائيه. شاطره. انت دلوقتي في سنه كام؟ يعني انا دلوقتي تقدري تقولي في ثانيه ثانوي. رايحه ثانيه ثانوي، ربنا معاكي يا رب ان شاء الله. يا جودي. لسه افكر. على فكره انا طالعه ثانيه ابتدائي. شاطره. يا نهار ابيض. شطوره خالص يا جودي. قولي لي طيب ايه الحفلات اللي انت برضو عملتيها او شاركتي فيها؟ بصراحه احنا كنا اول مره في حفله قادرون باختلاف نقف قدام الرئيس على المسرح. كنت حاسه بايه؟ كنت خايفه ولا كنت مبسوطه؟ يعني احكي لي. انا كنت مبسوطه جدا لاني اول مره فعلا اقدر. لان اول مره فعلا تغني قدام الرئيس صح؟ بصراحه كنت مبسوطه جدا. وهو حب الاغنيه صح؟ فاكره الاغنيه اللي انت غنيتيها وقتها؟ وانا كمان شاركت في كنوز مصرية، وانا احنا كنا اخذنا مراكز ان شاء الله، واخذنا مراكز. هتاخدوا مراكز لسه ان شاء الله اكتر ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. مريم انت ايه طموحك؟ نفسك في ايه؟ انا نفسي اكون ان شاء الله يعني اهم حاجه نفسي اكون مذيعه كده شبه حضرتك وحضرتك، فان شاء الله يعني هتبقى افضل كمان ان شاء الله. الله يا رب ربنا يوفقك ان شاء الله يا رب. ونفسي انا نفسي ادرس ان شاء الله اعلام في الاي او سي، ونفسي اكون برضو كومبوزر، فعشان كده انا بدرس ميوزك يعني بشكل اكاديمي. برافو عليك برافو عليك. طب عندك مواهب تانية مريم؟ يعني جودي مثلا قالت انا بحب التمثيل. واضح ان هي شقيه. انت ايه مواهبك؟ لا عندها. هو انا عشان انا جربت كل حاجه، انا يعني ماما كانت فاتحه قدامي الطريق ان انا اجرب كل حاجه، سواء بقى يعني انا جربت تمثيل، جربت شعر، وانا حبيت منهم الاعلام والموسيقى، فمركز عليهم اكتر شويه. بحب برضو الاوديو انجينيرنج، عندي زي لايك استوديو صغنطوط كده في البيت. شاطره. بتطوري من نفسك ازاي يا مريم؟ بطور من نفسي عن طريق مثلا ممكن باخد برايفت كورسز، مثلا لو انا عايزه اخد مثلا الانجليش، انا مش في برايفت سكول بس برغم كده اخدت انجليش عشان اللانجوج مهمه جدا. بدور بنفسي على المعلومه، باخد كورسز اونلاين، بتواصل مع ناس مثلا بلاينز من جميع انحاء العالم عشان اشوف هم نفسهم بيفكروا ازاي، هم التكنولوجي عندهم عامله ازاي. يا جودي. ايه انا بروح لجودي بس بضحك يعني. مش عايزه نتكلم، مش عايزه اسالها، انا عايزاها هي تتكلم. عايزه تعملي ايه يا جودي بعد كده؟ عايزه تبقي بتغني ولا عايزه تبقي ممثله ولا عايزه حاجه تانية خالص غيرهم ودول يبقوا موجودين؟ انا بصراحه لا عايزه حاجه من دول، انا نفسي اكون بصراحه. قولي ما تخافيش من ماما وبابا. كابتن طياره. ايه؟ كابتن طياره. كابتن طيارة؟ يعني دي حاجة تالتة خالص. دي مفاجأة دي على فكرة. جديدة دي. أنا ما شفتهاش. كابتن عطلة تقريبا في البرنامج الفكرة جت. طب أنت عرفتي منين إن أنت يعني بتحبي لا ثانية واحدة الطيران. بس هو حتى الطيران. ماما وبابا دلوقتي برضو أول مرة يعرفوا يعني. دي مفاجأة يعني. مفاجأة أنا مرة. دي طلعت في دماغي إمتى يا جودي؟ وإحنا قاعدين دلوقتي؟ لا بسرعة. من قبل. من قبل؟ بس ما كنتيش قايلة لحد ها؟ لا معلش. طب ليه الطيران؟ علشان انا نفسي بصراحه اركب طياره تاني، وان شاء الله ان شاء الله اروح السعوديه يا حبيبتي. طب ما انت ممكن تسافري يا جودي عادي وتركبي الطياره. ليه انت عايزه تسوقيها؟ لان انا عجباني. عجبتك الفكره بتحبيها الطياره؟ ان انت تقعدي بقى تسافري كل يوم ورايحه وجايه ها؟ تبقى ليدر بقى وكده ان شاء الله. طيب نسمع حاجه بقى مريم وجودي؟ اوكي. يلا بينا انتوا الاثنين مع بعض. احنا الاثنين مع بعض. ماشي.
كنا عاملين يا مريم احنا مش بنعمل دويتس كتير انا وجودي عشان يمكن الذوق بيختلف شويه طبعا عشان انا انت بتحبي ايه وجودي بتحبي ايه؟ انا بحب الكلاسيك اكتر بحب عمر خيرت اكتر ان شاء الله نفسي قبله يعني واضح جودي عشان هي لسه السن بقى وكده فبتحب الحاجات الطفوليه مثلا فطوطه زي ما هي عملت كده بصراحه سعاد حسني كده اكتر سعاد حسني طب ايه رايك نسمع الاول من مريم حاجه لعمر خيرت مثلا مقطوعه كده بعد كده نشوف بقى موضوع سعاد حسني ده مع جوجو ماشي بعزف الدنيا ربيع وبعزف البنات اللي بتاعت يلا بينا بس انا حاسه ان الاربعه بتاعت يلا عليك يا مريم الله عليك يا جودي هتسمعيني قبل كده ما نختم بقى الحلقه عايزين منك حدوته حلوه حدوته ليه بتحكي حواديت وقصص انت مش فاهمه يا نوره بجد صح الكلام ده انا عرفت الكلام ده من عصفوره جوه عصفوره كانت بتسوسو ايوه زي كده وقالت لحضرتك جودي بتحكي حواديت ايوه انت حابه تعملي ايه دلوقتي عايز تحكي عايزه تغني ولا حدوته وهتغني اختاري انتوا يعني لا انت تختاري اللي انت حباه نعمل كلوبانيا كلوبانيا انت عايزه ايه طيب قولي لنا اختاروا عادي
جواها. طب نغني حاجه لسندريلا سعاد حسني؟ انا معيش موسيقى بس ممكن اغنيها من غير موسيقى يعني اغني حتى. ماشي. البنات البنات الطف الكائنات غنوا يا تلميذات طفاتي في تا تا تا. البنات البنات الطف الكائنات غنوا يا تلميذات طفاتي في تا تا تا. قولوا يا بختنا يا بختنا يا بختنا قد ايه كلنا 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 اننا اتولدنا بنات. البنات البنات الطف الكائنات غنوا يا تلميذات طفاتي في تا تا تا. ايه الجمال ده؟ انا بعزف برضه بعزف حته منها. المره اللي جايه بقى نعزفها ان شاء الله. ان شاء الله. يا مريومه نورتينا جدا، شكرا جدا ليكي. شكرا. يا جودي امرايا شكرا جدا نورتينا. نورتونا وبسطتونا. شكرا جدا ليكم، شكرا جدا. يا جماعه النهارده كان معانا اتنين يعني من عصافير الجنه كده بجد والله، واتنين ملايكه. بصوا من الاخر كده يعني الف شكر لكل واحد بيهتم بالمواهب الجميلة زي اللي موجودين معنا النهاردة. طبعا على رأسهم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والبشمهندسة أمل مبدة، شكرا جدا لكم كلكم، ومستنين كمان المزيد والمزيد من المواهب الجميلة دي. لسه مكملين معاكم إنبوكس، لكن إنبوكس بعد الفاصل، إنبوكس في الكبسولة، خليكم معنا. رجعنا لكم من جديد ولسه مكملين معاكم باقي فقرات إنبوكس، وجينا لفقرة إنبوكس في الكبسولة، واللي بينورنا فيها دكتور باهر السعيد اللي بيكلمنا عن كل حاجة تخص الأدوية والصيدلة. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير. الأخبار يا دكتور؟ بنرحب بك معنا دكتور. يمكن النهاردة موضوعنا استكمالا طبعا لموضوع الحلقة اللي فاتت عن فقر الدم أو الأنيميا، لكن في البداية طبعا نتكلم معاك نصائح في الكبسولة. نصائح في الكبسولة النهاردة، أول نصيحة طبعا بعد الحظر ما اتفك، فالناس كلها عايزة، اللي بيكون كان بتدرب في السباحة أو اللي عايز ينزل حمامات سباحة أو كده، فكل الأسئلة دايما هل المية اللي في حمامات السباحة بتنقل الكورونا ولا لا؟ مفيش أي دليل علمي بيقول إن المية اللي في حمامات السباحة أو أحواض السباحة الساخنة أو أي حاجة من الحاجات دي بتنقل الكورونا. ده بحسب منظمات زي مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة الأمريكية، أصدر بيان قال إن ما بتنقلش الكلام ده خالص. كمان أصلا حمامات السباحة بقى فيها كلور، فكل ده طبعا بيمنع نقل الكلام ده. المشكلة مش في حمام السباحة نفسه، المشكلة في الأسطح الخارجية، يعني الأماكن الانتظار اللي برة أو الكراسي أو الأماكن اللي هي ممكن يحصل فيها تلامس، هي دي. فلو ابنك بتدرب سباحة خلاص هينزل البول او الحمام السباحه عادي، مفيش مشكله. اول ما يخرج تحاولي دايما ما يلمسش اي حاجه، يطهر ايده على طول، ما يبقاش في اختلاط، يبقى في تباعد اجتماعي، وده هيبقى في امان خالص، مفيش اي مشكله. يعني هي الاسطح الخارجيه هي اللي فيها المشكله، انما حمام السباحه نفسه مفيش فيه مشكله. برضو بمناسبه الكلام ده، احنا برضو عشان برضو فتح المساجد لازم ناكد على الناس، كلنا فرحنا وكان عندنا عيد لفتح المساجد تاني، بس لازم برضو نلتزم بالتعليمات اللي وزارة الصحة وزارة الأوقاف عاملاها، اللي هي التباعد بين المصلين، ان انت وانت رايح تاخد السجادة بتاعتك، وزي ما انت نبهتني يا فاروق ظريف جدا، ان انت يبقى معاك السجادة بتاعتك وتسيبها في العربية بتاعتك، ما تدخلش فيها في البيت حتى احتياطي، عشان خاطر تأمن نفسك اكتر. وطبعا الكمامة ده شيء اساسي، ويبقى برضو الكحول او الجل المطهر في جيبك، تطهر ايدك برضو، وبلاش بقى حتة السلامات اليومين دول برضو ملهاش لازمة. ان شاء الله بإذن الله تعدي على خير، ويا رب ما نتحرم من فتح المساجد يا رب ان شاء الله. تاني نصيحة، احنا هنتكلم عن، دايما بنحاول نقول على حاجات طبيعية ممكن تكون في بيوتنا ورخيصة وببلاش وبتبقى مفيدة. من الحاجات الجميلة جدا عندنا في بيوتنا الكزبرة.
الكزبرة دي من أكتر الحاجات اللي ممكن تخلص جسمنا من السموم القاتلة، السموم اللي هي المعادن التقيلة اللي بتتراكم في جسمنا وبتبقى خطر جدا. الكزبرة من أكتر الحاجات اللي ممكن تخلص جسمك من السموم. الكزبرة فيها خاصية اسمها خاصية استخلاب المعادن التقيلة، أو فيها خاصية بيقولوا عليها الكزبرة تعتبر حاجة اسمها كلييتور. كلييتور دي يعني إيه؟ إن هي ليها زي المخالب بتاخد أو بتمسك المعادن التقيلة زي الزئبق زي الألمونيوم زي الرصاص، وتاخدها بمخالبها وتطردها بره، بتطردها بره الجسم. فالكزبرة من الحاجات اللي بتمنع إصابتك بتسمم المعادن التقيلة زي الألمونيوم والرصاص والزئبق. غير كمان ان الكزبرة مليانة زيها زي الخضروات الخضرة، مليانة مضادات اكسدة، مليانة سيلينيوم، حمض الفوليك، مغنيسيوم، كلها حاجات مفيدة. فهي كمان مضادة للفطريات، مضادة للالتهاب، مضادة للميكروبات بصفة عامة، فيها فيتامين سي برضو، فيها فيتامين الف. الكزبرة من الحاجات المفيدة جدا لجسمنا ولزيادة مناعتنا ولحمايتنا من التسمم بالمعادن التقيلة. تالت حاجة، دايما في أزمة فيتامين سي ونقصه في السوق، الناس دايما تقولك لا أنا عايز فيتامين سي كومبليكس، مش عايز فيتامين سي المصنع اللي هو الأسكوربيك أسيد. ومفيش فيتامين سي كومبليكس مسجل في السوق المصري كفيتامين سي كومبليكس كده، عادة اللي موجود بيبقى مهرب من بره وبيبقى بأرقام فلكية. ليه تدفع مئات الجنيهات في فيتامين سي كومبليكس وانت ممكن عندك في البيت حاجة ببلاش كده فيتامين سي كومبليكس رائع؟ كوباية عصير الليمون ده على فكرة فيتامين سي كومبليكس فعلا، مفيش فيها فيتامين سي مصنع ولا حاجة، لا ده فيتامين سي كومبليكس كامل، هيديك فيتامين سي اللي انت محتاجه. غير كمان ان الميزة الكبيرة قوي واللي كلنا عارفين ان العصير الليمون فيتامين سي، لا انا اركز بقى في حاجة تانية كمان. عصير الليمون من اكتر الحاجات اللي ممكن تحميك من الحصوات بتاع الكلى، لان الستريك اسيد اللي فيها بيمنع حدوث الارتباط بين الكالسيوم والأوكساليت عشان يكون حصوات الكالسيوم والأوكساليت. غير كمان عصير الليمون احنا كلنا عارفين انه حمضي، بس في خلال ساعة بعد ما تشربه بساعة بتحول لقلوي. فده مفيد جدا لمكافحة النقرس، يعني مرضى النقرس اللي عايزين يخففوا الأعراض النقرس عندهم اشربوا عصير ليمون. عصير الليمون هيزود مناعتك عشان ان هو فيتامين سي كومبليكس، غير كمان انه بيكافح النقرس وبيقلل حموضة البول، غير ان هو بيمنع حصوات الكلى بكالسيوم أوكساليت. رابع حاجة، لو بتعاني من ارتجاع مريء، ايه الأكلات الصديقة ليك؟ ارتجاع المريء هو المفروض ان حمض المعدة بيحصل تلامس، بيطلع لفوق، فبيحصل تلامس لجدار المريء فبيحصل تهيج وألم شديد جدا في جدار المعدة، وبقى عندك احساس دائم بالترجيع. فايه الاكلات المفيدة ليك اللي ممكن تاخدها من بحيث ان انت ما تتعبش لو اكلتها؟ اول حاجة الجنزبيل. جنزبيل حاجة مميزة جدا للناس اللي عندهم مشاكل في المعدة، مش الارتجاع بس، مضاد او علاج طبيعي لحرقة المعدة، غير كمان مضاد للالتهاب طبيعي، مقاوم لجرثومة المعدة. الخضار بصفة عامة، كلها الحاجات الطبيعية اللي فيها اولا ما فيش فيها دهون او حاجات ممكن تزود حامضية المعدة، غير الخضار زي الفاصوليا زي البروكلي زي البطاطا زي الخيار، الحاجات اللي بتلطف المعدة دي. الشوفان، الالياف اللي فيه مميزة جدا ومفيدة جدا لمرضى الارتجاع. اي الياف بقى بصفة عامة، مش الشوفان بس، الحبوب، الرز، الكلام ده. الفاكهة الغير حمضية، يعني ما يكونش عندك ارتجاع وتاكل حاجات حمضية، الحاجات الأحماض هتزود. يعني بلاش برتقان وبلاش ليمون وبلاش الكلام ده، إنما لو هتاكل مثلا كمثرى، تفاح زي الفل، موز تمام، بطيخ برضو زي الفل. اللحوم قليلة الدهون، إنما اللي فيها السمينة يعني بالبلدي لا دي بتزود الارتجاع. يعني الفراخ، الأسماك، الحاجات الخفيفة في الدسم دي مفيدة ليك. بياض البيض بلاش الصفار، صفار البيض هيزود، إنما البياض ممتاز جدا ليك. الدهون الصحية، زيت الأفوكادو، زيت بذور الكتان، زيت الزيتون، اللي هي الزيوت اللي هي الصحية اللي فيها دهون صحية، دي برضو مفيدة ليك. خامس حاجة،
عشان مذاق الأكل ممكن ما يستسغش الرضيع، الأم دايما بتحاول تقول طب ما نضيف سكر أو ملح، يمكن الولد يحب الأكل ويسحب، خاصة في العام الأول، مع إن ده في منتهى الخطورة. ما تحاوليش تحط سكر ولا ملح قبل مرور السنة نهائي لطفلك. عودي، حطي في دماغك دايما إن الأكل الطبيعي اللي إحنا بناكله ده هو أوريدي فيه كمية سكر مناسبة وكمية أملاح موجودة أوريدي فيه في الأكل الطبيعي بتاعنا خالص، في الخضار وفي الفاكهة، في الأكل الطبيعي هو أوريدي فيه ملح وسكر، مش محتاجة أنت تديله زيادة. انت لما بتديله زيادة من هو قبل السنة هو هيستحلى حاجة زي كده، واحنا مش عايزين كده. السكر الزيادة عن اللي موجود طبيعي في الاكل، في الفاكهة مثلا، السكر الزيادة ده هيعمل لود على البنكرياس عند الطفل الرضيع الاقل من سنة، فعشان يحرق السكر الزيادة ده فممكن يعمل اضرار للطفل، لا قدر الله ممكن يزود السكر في الدم عنده، يعمل مشاكل تانية، يصيبه بالسمنة من الصغر، غير ان هو مش هيستسيغ الحاجات الطبيعية بعد كده وهيلجأ دايما للحاجات اللي فيها سكريات اضافية. برضو الملح طبعا بيسبب ارتفاع ضغط الدم، بيسبب مشاكل في القلب، ضربات القصة كبيرة جدا، مشاكل عكلة، فانت هتدي لابنك سموم بيضة من السنة الاولى ليه؟ ما لهاش لازمة. هو لو اتعود من صغره على الاكل الصحي، انت شكل الولد وهو صغير على الحاجات الطبيعية، ليه تديله عصاير معلبة فيها نسبة سكريات عالية جدا؟ ليه؟ اعملي له العصير الفاكهة الطبيعي في البيت فريش من غير سكر خالص، هو هيستطعمه. ما يكبر خلاص هيتعود على الأكل الصحي. عوديه على الأكل الصحي من الوقت. الموضوع كورونا ده خلانا نفكر إيه الحاجات المفيدة اللي ممكن نبني أطفالنا من دلوقتي فيها. ابنك الصغير عوديه من دلوقتي، ابعديه عن الحاجات المحفوظة، ابعديه عن الحاجات اللي فيها ألوان صناعية من الصغر. ابني صحته كويس، احنا ما احناش عارفين الايام اللي جايه فيها ايه، ربنا يبعد عننا الامراض طبعا، بس اهتموا دايما بالبنيه الصحيه لاطفالكم. حلو جدا، زي ما قلنا كده في بدايه الحلقه انه حلقتنا النهارده هي تكمله لحلقه الاسبوع اللي فات عن الانيميا او فقر الدم. دكتور، عايزين نعرف بقى ايه تاثير الانيميا على نمو الاطفال؟ اعطاء الحديد للاطفال اللي بيعانوا من وزن منخفض وجدوا انه بيقلل خطر الوفاه بشكل كبير جدا. اعطاء الحديد للاطفال الصغيره اللي هم ناقصين الوزن حتى المبتسرين او غيرهم، ده بيفرق جامد جدا في نمو الاطفال، في وزنهم، في قدراتهم الذهنيه، في كل حاجه. في ستات كتير ما يعني بتتجاهل ان المفروض بعد 6 شهور المفروض تدي لابنك جرعة وقائية من الحديد حتى لو ما عندوش انيميا من غير تحليل. انت المفروض من 6 شهور او كمان من الشهر الرابع كمان، في اطباء بس طبعا باشراف الطبيب اكيد، بس ما تتجاهليش، لان في ستات ما يعني الولد حلو وما عندوش برد وما بتعبش وبتاع، ممكن ما تزورش طبيب الاطفال. لا، حضرتك اعرفي ان فيتامين د للفيدروب بنقط ده من اول الولاده شغال معانا. الحديد لو انت بترضعيه طبيعي المفروض من الشهر الرابع يبدا ياخد جرعه وقائيه من نقط الحديد لغايه ما يبدا ياكل وجبتين كاملين فيهم حاجات فيها حديد. غير كمان ان المفروض لو انما بقى لو طبعا لو هو بيرضع صناعي واللبن بتاعه مدعم بالحديد ده موضوع تاني، ده ما بيحتاجش بقى مكملات حديد تانية. انما الطفل اللي هو بيرضع طبيعي او بيرضع لبن صناعي مش مدعم بالحديد بيحتاج من الشهر الرابع ياخد حديد. والطفل اللي هو مولود قبل ميعاده ده طبيعي كده كده بيحتاج جرعة وقائية من الحديد من الأسبوع الثاني كمان، بس طبعا بإشراف الطبيب. فالحديد حاجة هامة جدا جدا لطبعا نقل الأكسجين للجسم كله، بيفرق جامد جدا في نمو أجهزة الجسم كلها للطفل، حاجة أساسية من أساسيات النمو والحياة للأطفال طبعا. طب هنا في كمية محددة المفروض نديها لأطفالنا؟ طبعا كل اي حديد، اي فيتامينات او اي معادن ليها كميات، المفروض الابحاث قالت ان كل سن ياخد الكميه المناسبه ليه. يعني مثلا من 7 ل 12 شهر المفروض الطفل بياخد 11 ميلي جرام، من سنه لثلاث سنين 7 ميلي جرام ده يوميا، ممكن ياخدهم على مره واحده او على مرتين.
من 4 ل 8 سنين بياخد 10 ميلي جرام، من 9 ل 13 سنه 8 ميلي جرام، من 14 ل 18 سنه الاولاد بيحتاجوا 11، انما البنات بيحتاجوا 15. ليه؟ عشان الفاقد الشهري بتاع بدايه الدوره الشهريه في المراهقات. يعني احنا نقدر نقول الجرعه الموصي بها للبالغين بتتراوح ما بين من 7 ل 18 ميلي جرام للاشخاص العاديين، بس الحوامل ممكن يحتاجوا اكتر، النسبه توصل ل 27 ميلي جرام يوميا. طيب دكتور، لو اتكلمنا عن الاطفال المعرضين للانيميا، هل في اطفال معرضين اكتر من غيرهم؟ طبعا الولاد اللي هم المولودين قبل الاوان، اللي هم نازلين وزنهم اقل من الطبيعي، دول معرضين اكتر للانيميا. الاطفال اللي بيشربوا لبن بقري قبل سن السنه، يعني المفروض دايما اللبن البقري او لبن الماعز الالبان اللي هي الحليب يعني، تمام، مفروض بعد السنه مش قبل السنه. قبل السنه هو الرضاعه الطبيعيه او اللبن الصناعي اللي هو مشابه للبن الام، انما اللبن البقري لو شربوه قبل السنه ممكن يتعرضوا للانيميا، لانه بيقلل امتصاص طبعا الحديد اللي في جسمهم، وبيأثر على امتصاص حاجات كتير جدا في جسمه. غلط جدا ان انت تشربي ابنك لبن قبل لبن اللي هو الطبيعي، لبن اللبن اللي يعني احنا بنشربه، اللبن العادي ما يتشربش قبل السنه. كمان الاطفال اللي بيرضعوا رضاعه طبيعيه وما اخدوش مكمل حديد زي ما قلنا من الشهر السادس او من الشهر الرابع، دول معرضين جامد جدا لحدوث الانيميا. عشان كده بنأكد ان انت من الشهر الرابع تبداي تدي لطفلك باشراف الطبيب بتاعه جرعه حديد. جرعه حديد انت دايما تتعودي، يعني في السنه الاولى لازم، حتى مش شرط الولد يتعب عشان تتابعي مع طبيب الاطفال، المفروض يبقى فيه زياره دوريه، يشوف وزنه، يشوف محتاج ايه، التشخيص بتاع الطبيب لما بيشوف الولد كده قدامه يعرف اذا كان عنده انيميا ما عندوش انيميا، عنده نقص كالسيوم عنده. انما في ستات تروح تجيب ادي الكالسيوم وخلاص، هو ممكن مش محتاج كالسيوم، تدي الكالسيوم ليه؟ لا، لازم الكالسيوم والحديد وفيتامين د باشراف الطبيب. حته الكالسيوم تدي كالسيوم ما تديش كالسيوم الطبيب اللي يقررها، انما الحديد كده كده معظم الاطباء بيدوا الحديد كجرعه وقائيه من الشهر الرابع، وفيتامين د ده اساسي عشان حتى يحمي ابنك مش من الهشاشه بس، بيحمي ابنك كمان من الاصابه بمرض السكر. كمان في الاطفال اللي هو من سن سنه لسن 5 سنين لو شربوا اكتر من 710 ملي متر حليب، يعني لو كتروا من شرب الحليب قوي في السن اللي هو من سنه لخمسه ممكن يتعرضوا برضو للانيميا، عشان الحديد زي ما قلنا الالبان بتقلل امتصاص الحديد. يعني هنا الالبان مضره في السن ده، هو بعد مش السن مضره ده يعني بتقلل امتصاص الحديد شويه. لا، من سن سنه لخمس سنين بالعقل، يعني نشرب مش بقى مش 5 كوبايات في اليوم. طب بعد السن ده؟ بعد سن الخمسه خلاص، انما احنا بنتكلم من سن سنه من سنه لخمس سنين المفروض يشربوا حوالي 710 ملي يوميا. يعني 710 ملي دول يعني اقل من لتر بشويه، يعني كوبايتين لبن حلوين قوي. يعني كوبايتين لبن، الكوبايه 250 ملي، اما ياخد 500 كوبايتين لبن زي الفل، انما مش 5 كوبايات. فطبيعي هيأثر، يعني اكيد هيحصل. انما لو هو الطفل اصلا ولو كوبايه حلوه اطفال ما بيشربوش لبن اصلا بالزبط. يعني هي واحده في اليوم بالكتير بالعافية. فهي لو شربوا واحده في اليوم ده زي الفل، يعني ده تمام قوي. الاطفال برضو اللي ما عندهم سوء تغذيه او ما بياكلوش لحوم والحاجات المفيده، وكل شغلهم على الحاجات اللي في اكياس دي او الشعريه والكلام ده، فاكيد الحاجات دي كلها بتاثر على الحديد. كمان الاطفال اللي تعرضوا لتسمم الرصاص، تسمم الرصاص ده بيتعرضوا ليه حتى من الالعاب بتاعتهم اللي بيبقى فيها رصاص، اللي هي بتبقى الالعاب اللي المصنعه في بير السلم زي ما بيقولوا. بيبقى في اطفال تتعرض لتسمم الرصاص، ده بيأثر برضو على الموضوع ده. على فكره الاطفال اللي عندهم سمنه بيتعرضوا للقصه دي برضو للانيميا. انت مش شرط ان الطفل يبقى نحيف عشان يبقى عنده انيميا، او نبقى سمين عشان ما يبقاش عنده انيميا، لا، ممكن السمنه دي ناتجه عن انه بياكل كربوهيدراتس كتير، انما ما بيهتمش باكل الحاجات المفيده، اللحوم والحاجات البروتينات والحاجات اللي فيها فايده اكتر يعني. بس وبرضو المراهقات معرضين للانيميا عشان فتره الحيض ودخول الحيض والكلام ده، برضو اكيد بيتعرضوا اكتر. طب دكتور، هنا ازاي ممكن يعني اي ام تعرف ان ابنها او بنتها عندها نقص في الحديد؟
هي طبعا ممكن من يعني مش شرط ان هي تحلل في الاول، هي عشان في بعض الاعراض هي لو شافتها لازم تعمل تحليل لابنها وتشوف صورة الدم، واحنا عايزين اصلا يبقى عندنا ثقافة ان احنا حتى كل ست شهور نعمل صورة دم يعني اطمئنانا. على العموم الاعراض بتبقى طبعا الشحوب، الجلد الوش شكله شاحب كده ومرهق، برضو كمان البرودة بتاع الإيدين والقدمين، وزي ما كنا قلنا زمان في أيام البرد في الشتاء كنا بنقول دايما الناس اللي بيجي لهم زرقان في الأطراف وبرودة في الأطراف مرضى الأنيميا معرضين أكتر للقصة دي. كمان برضو بطء النمو، يعني لو الولد النمو بتاعه حاسس إنه مش زي زمايله، شوفي برضو صورة الدم وتأكد إن هو ما عندوش أنيميا. برضو لو هو عنده ضعف في الشهية، مرضى الأنيميا عندهم ضعف في الشهية أكتر من غيرهم، برضو لو عنده ضعف في القدرات الذهنية أو التحصيل الدراسي بينه وبين أقرانه ممكن تشكي برضو في الأنيميا، برضو لو عنده مناعته ضعيفة وكل شوية بيجيله برد وبتاع شكي برضو في الأنيميا. الموضوع كله مش انك تديله حاجات للمناعة، لا، دوري الأول على صورة الدم. احنا زي ما قلنا ان احنا الناس حتى في موضوع كورونا ده اللي الهيموجلوبين بتاعهم كويس بيقدروا يواجهوا كورونا احسن بيقوم من الناس اللي هم عندهم أنيميا. برضو زي ما كنا قلنا قبل كده الرغبة الملحة ان هو ياكل حاجات غريبة زي التلج والتراب والطلاء والنشا، الحاجات اللي هي عجيبة كده في ايه، فهو شكي ان هو عنده أنيميا. برضو ممكن بياض العين، هشاشة الأظافر، الصداع دايما يقول لك أنا عندي صداع كل شوية أنا عندي صداع، أول ما يقول لك عنده صداع شك في حاجتين، في ده أو النظر أو الجيوب الأنفية، بس دايما بص للأنيميا الأول، اعملي صورة دم الأول. برضو لو هو بيهبط بسرعة بيجيله فقدان للطاقة بسرعة، دوخة على طول، كل دي أعراض. طيب دكتور لسه هنكمل كلامنا معاك، بس هنطلع لفاصل صغير ونرجع نكمل إين بوكس في الكبسولة مع دكتور باهر السعيد. ورجعنا لكم مرة تانية وإن بوكس في الكبسولة، ولسه مكملين معكم النهاردة موضوعنا عن الأنيميا مع دكتور باهر السعيد. دكتور باهر، هنا ممكن يعني إيه التغذية المفيدة بالنسبة لنا اللي ممكن نتفادى بيها الأنيميا؟ أوكي، إحنا هنقول مثلا في الخضار إيه أكتر حاجة فيها حديد في الخضروات مثلا؟ سبانخ. السبانخ طبعا. البروكلي، البامية، اللفت، القرع، الحاجات دي مليانة حديد. تمام. طب الفاكهة ايه بقى اكتر حاجة في الفاكهة؟ رقم واحد طبعا بديهي التفاح. التفاح رقم واحد. المشمش على فكرة، والبلح التمر ده رهيب. الموز، العنب، البرقوق، الفاكهة الصيف يعني كلها. الزبيب على فكرة، الزبيب خطير جدا يعني مليان حديد. الحبوب بقى العدس. العدس ده نسبة الحديد فيه عالية. نخلته الرز، الحمص برضو خطير جدا في حكاية الأنيميا. البروتينات طبعا اللحمة، صفار البيض، الأسماك، الدواجن، اللحوم بصفة عامة، البروتينات يعني. لازم نأكد برضو على مرضى الأنيميا على العسل الأسود. العسل الأسود عشان مليان فيتامين بي كمان، مش حديد بس، حديد وفيتامين بي، يعني بيضمن امتصاص الحديد أكتر. يعني أنا شايف أن استعمال معلقة صغيرة مع كوباية مية وحط عليها مثلا نص ليمونة الصبح وبالليل لمرضى الأنيميا خطير جدا. العسل الأسود والبرنجان، احنا قلنا على البتنجان ما قلناش على البتنجان برضو خطير جدا، بس العسل الأسود يعتبر أكنك بتاخد دواء للأنيميا بالضبط، معلقة مرتين في اليوم. طيب دكتور، في أطعمة معينة بتكون ضارة لمرضى الأنيميا؟ طبعا الحاجات اللي بتقلل امتصاص الحديد. أول حاجة لو عندك أنيميا يعني خفف من القهوة والشاي، أو لو هتاخد قهوة وشاي افصل أقل ساعتين. حاجة ساعتين. مش الأكل اللي بتاكله فيه لحوم بس، اعتبر ده لأي أكل بتاكله. حاول تفصل ساعتين، مش تاكل يعني تتغدى وبعدين تحبس بشاي. لا، لو عندك أنيميا ابعد بعيد عن القصة دي خالص، أو لتجنب حتى الأنيميا الشاي والقهوة بلاش خالص، لازم فاصل ساعتين. برضو بلاش تاكل الأكلات اللي فيها حديد زيادة مع الألياف. الحاجات اللي فيها ألياف كتير اللي هي حمض الفايتك زي الحبوب الكاملة والمكسرات والبقوليات، بلاش تاكلها مع الحاجات اللي فيها حديد. يعني احنا مثلا واحد مريض أنيميا ونقول له كل كبدة كتير، ما تجيش تاكل كبدة وتاخد معها مثلا ألياف زايدة، ما هيقلل امتصاص الحديد برضو كمان. وممكن احنا نتغلب على قصة حمض الفايتك دي ان احنا ناخد فيتامين سي في الوقت ده كتير، فيحصل توازن.
يعني لو هتاخد او انت عايز تاكل حبوب وبقوليات مع اللحوم الحمراء كل خضار بقى كتير عشان الخضار اللي فيه فيتامين سي كتير، او تشرب حتى عصير ليمون او برتقان قبل الاكل على طول، فده الفيتامين سي هيساعد على امتصاص الحديد بكثره. طبعا بلاش تناول الكالسيوم والزنك ومضادات الحموضه مع الاكل اللي فيه بروتينات. يعني دايما الحوامل معرضين اكتر لموضوع الانيميا من ضمن الحاجات اللي بتسبب لهم الانيميا ان هم بياخدوا ادويه حموضه كتير. ادويه الحموضه بتاعتهم دي مع مكملات الحديد بتتعارض مع امتصاصها. برضو كمان بلاش استعمال السكر اثناء الغداء لو حاجه مسكره قوي او السكريات الكتير بتقلل امتصاص الحديد. برضو الاطعمه اللي فيها بوليفينولز اللي احنا قلنا عليها اللي هي زي الشاي والقهوه وبعض الحبوب كل دي الحاجات دي بتاثر في امتصاص الحديد. انت حاول دايما خليها قاعده كده، الحاجات اللي بتاثر على امتصاص الحديد خلي فيه فواصل بعد ساعتين ساعتين. طيب دكتور ناخد معاك بعض الرسائل كده اللي جات لنا. اول رساله حد بيقول من ابراهيم، يا دكتور عايز حاجه لصديد البول والنقرس. الصديد لازم طبعا يعمل مزرعه دايما اللي عنده صديد، لان في ناس كتير بتقعد تاخد علاج للصديد كتير ومضادات حيويه ممكن ما تجيبش نتيجه. احنا بنعمل المزرعه دي عشان نعرف نوع المضاد الحيوي المناسب للميكروب ده. الصديد يا جماعه ميكروب بكتيريا، ف ايه اللي عرفنا ان البكتيريا دي المضاد الحيوي ده المناسب ليها؟ دايما تعمل مزرعه الاول. بالنسبه للنقرس في مواد جديده دلوقتي، كان زمان بياخدوا مع الفوار حاجه اسمها زيلوريك ونويريك، دلوقتي ظهر حاجات تانية زي بدائل الفيبيوريك، فيبيوريك زانسيتوب او فيبيوريك او زانسيتوب 80 حبايه واحده يوميا، بس طبعا على حسب نسبه النقرس اللي عنده الطبيب بيحدد الـ 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 يعني الجرعات، لانها بتبقى بنسب متفاوته يعني وبتبقى برضو الحاجات دي بتركيزات مختلفه. فهو بيقول النقرس بصفه عامه دي فوار الاملاح بقى وخلاص، انما لو نسبه عاليه الطبيب بقى بيدي لك فيبيوريك زانسيتوب فيبيو ميجكتام الحاجات دي. تمام. طيب رساله كمان بتقول ابني عنده قشر كتير، هو عنده 34 يوم. استعمال الشامبو الاطفال والزيت الاطفال العادي خالص، بلاش الحاجات اللي هي الكيميكالز دلوقتي. اي نوع زيت اطفال او زيت طبيعي، يعني حاجه زي زيت الزيتون مثلا، زيت طبيعي بس بلاش، لان ده وضع طبيعي اصلا دلوقتي. فزيت الزيتون او اي زيت طبيعي وخلاص. زياد بيقول يا دكتور عايز حاجه للتخسيس كويسه ويكون بيعلي الحرق وليه نتيجه. اهم حاجه احنا خلاص الدنيا فتحت دلوقتي، فتبدا تعمل اي مجهود بدني، ده رقم واحد قبل ما تفكر في حاجه لزياده الحرق. وتعمل تنظيم غذائي، نظام الصيام المتقطع من افضل الحاجات اللي موجوده. اقرا عن الصيام المتقطع اللي هو 8 ساعات اكل و16 ساعه صيام، 16 ساعه صيام مشروبات بدون سكر. ممكن تشرب المشروب اللي كنا قلناه قبل كده، شاي اخضر مع جنزبيل مع نعناع مع قرفة أو كمون، وتعملهم بس بنص ليمونة من غير سكر. كل ما تجوع بالليل تشربهم، إنما مثلا توقف أكل من الساعة 6 بالليل مثلا لغاية 10 الصبح، يبقى مشروبات بس بدون من سكر. 8 كويس. من 8 تبقى تنقلها بقى تبقى 12 ويبقى أكلك من 12 ل 8 ثلاث وجبات صغيرين على مدار اليوم. بالنسبة للحاجات اللي ممكن تساعد في التخسيس، حاجة زي نبات الجيمنيما سيلفستر زي سيلفستر 1 حباية قبل الأكل 3 مرات، أو نبات الكروميوم زي الكروماكس أو سيلفستر برضو فيه كروميوم، أو حاجة زي الميرتي. ممكن تاخد مثلا ميرتي وسيلفستر حباية قبل الأكل بنص ساعة مع كوباية مية كبيرة، فعالين جدا وزي الفل وحاجات طبيعية مع شرب مشروب التخسيس اللي احنا قلناه. تمام. في رسالة تانية بتقول أنا اتخبطت في دماغي من 9 أيام ودماغي ورمت زي كورة وطرية وبتوجعني جدا، أعمل إيه؟ تاخد حاجة مضادة للتورم زي أمبيزيم أو ألفانترن، قرصين مع بعض قبل الأكل بنص ساعة مع كوباية مية كبيرة. لا مش كوبايه ميه كبيره، مش بتاعت تخسيس. الفانترن او امبيزيم قرصين مع بعض قبل الاكل 3 مرات، وتاخد معاهم كمان حاجه بقى انتي بايوتيك، حاجه زي من بدائل الاوجمانتين زي موكسيكلاب او هايبايوتيك، 1 جرام قرص مرتين في اليوم لمده 5 ايام، ان شاء الله هيفرق معاها يعني. يا رب ان شاء الله. طيب ايمان كمان بتقول يا دكتور عاوزه حاجه لتغذيه الشعر. تغذيه الشعر، الشعر ضعيف يعني، الشعر ضعيف. فيه حاجات كتير دلوقتي للشعر كويسة في السوق المصري. ممكن حاجة زي
اللي هي خلاصات التوم مثلا. في حاجات دلوقتي بخلاصة التوم موجودة في السوق المصري. كان في صنف ياباني زمان اسمه سورسير بينزل، ما عادش بينزل السوق. في نزل حاجة اسمها نيو هير سوليوشن، ده تدليك 6 بخات الصبح وست بخات بالليل مع التدليك مع الشامبو بتاعه. أو في حاجة برضو بديل للكومينوموتو الياباني، في حاجة مصري برضو اسمها سيرو بايب، دي تركيبة طبيعية خالص، تدليك لفروة الرأس برضو الصبح وبالليل مع الشامبو بتاعه، واستعمال مالتي فيتامينز للشعر، ممكن حاجة زي الهايبوتينسي فورميولا أو الهيرتون كبسول حباية واحدة يوميا، إن شاء الله دول بيزبطوا معاها، مع استعمال زيوت الطبيعية بقى، الزيتون السمسم الحاجات دي. تمام. طيب رسالة تانية، أنا عندي ارتجاع في المريء شديد جدا، بعاني منه بشدة مع حرقان شديد خاصة بعد الفطار، رجاء اكتب لي علاج ولكن يكون متوفر في السعودية. في السعودية أولا، هي أنا نصيحتي ليها برضو، معظم المقيمين في الخارج في الخليج بيعتمدوا دايما على الدليفري والأكلات برا البيت، فبيبقوا معرضين اكتر لجرثومه المعده، فانا بنصحها تعمل تحليل اتش بايوري في جرثومه المعده، ده ضروري، ده تحليل براز، ومؤقتا ماده البانتوبرازول. انا هقول لك اسامي الماده الفعاله، يعني ماده البانتوبرازول 40 حبايه قبل الفطار يوميا لمده من شهر لشهرين، مع حاجه من الحاجات المواد المميزه جدا اللي ما بتعملش دوخه ولا بتعمل مشاكل حتى في التسدي عند الرجال، في بعض الانواع استعمالها بيزود هرمونات اللبن، لا في انواع امنه جدا زي ماده الايتوبرايد 50، دي ماده فعاله، ايتوبرايد 50 حبايه قبل الاكل 3 مرات، من افضل الحاجات اللي بتساعد في موضوع الارتجاع، بتساعد على تنظيم الهضم، تنظيم حركيه المعده، فتاخد ايتوبرايد 50 قبل الاكل 3 مرات، دي اسم ماده فعاله، يعني تروح الصيدليه تقول له هات لي حاجه بره في السعوديه حاجه تكون بتحتوي على هذه الماده، ايتوبرايد 50 قبل الاكل 3 مرات، وماده البانتوبرازول 40 حبايه قبل الفطار يوما. تمام. كمان احمد اشرف بقى بيقول عايز علاج فعال للكحه الناشفه والبلغم، هو كده يروح يكشف. كحه ناشفه وبلغم ماشي، هي لو بتزيد الفتره دي بالذات لازم طبيب طبعا صدره يشوفه عشان الاطمئنان، بس نستبعد الحاجات اللي هي اللي في دماغنا. طب يعني مؤقتا كده ممكن ياخد ايه؟ هو فيه دايما احنا بننصح بالحاجات العشبيه حتى، حاجه زي مثلا ممكن جوافه شراب، انت ميكس شراب، ممكن بلسم شراب، اي حاجه من الحاجات الطبيعيه دي، معلقه كبيره 3 مرات، وممكن استعمال لو مش قادر يروح للدكتور ياخد المضاد الحيوي الشهير، ماده الازيثروميسين او ماده الليفوفلوكساسين، اي ماده اي منتج موجود في السوق بيحتوي على ماده من المادتين دول، حبايه واحده يوميا مع استعمال الحاجه الطبيعيه اللي احنا قلنا عليها دي، لو الاعراض هدت لوحدها خير، ما هدتش بقى لازم طبيب صدري يشوف. طيب في رساله ثانيه بتقول حاجه للمعده في ضيق تنفس. هو ممكن يكون ضيق التنفس ده لو كان هو عنده مشكله في المعده، الارتجاع نفسه ممكن يسبب ضيق التنفس، يعني افرازات المعده والارتجاع ممكن تسبب حاجه زي كده يعني، انما طبعا لو ضيق تنفس شديد ووجع في الصدر لا، يعني لازم طبعا طبيب يشوفه، انما لو كان عنده اوريدي مشكله في المعده ممكن ياخد نفس الوصفه اللي قلناها، بنده البانتوبرازول 40 قبل الفطار، وايتوبرايد 50 قبل الاكل 3، بانتوبرازول زي كنترولوك 40 او بانتوبرازول بالاسم 40 او بانتالوك 40 حبايه قبل الفطار، وماده الايتوبرايد زي موفيجيت مثلا، ده يمكن ارخصهم، حبايه قبل الاكل 3 مرات، ان شاء الله دول يظبطوا معاك. ان شاء الله خير ان شاء الله. كمان ندى الصاوي بتقول يا دكتور ابني عنده 8 سنين وعنده تبول لا ارادي، اعمل ايه؟ 3 سنين ولا 8؟ 8 سنين. 8 سنين طبعا لازم تعمل تحليل الاول وتتاكد انه ما عندوش مثلا صديد او مشاكل في البول. لو عايزه حاجه طبيعيه الاول تجربها، كنا اتكلمنا هنا عن وصفه عسل النحل بالجنزبيل، 3 معالق جنزبيل مطحون محمص على 5 معالق عسل نحل، وتعمل بيهم خلطه كده ويتاخد معلقه كل يوم بالليل، تجربها الاول كده ممكن تظبط معاه، قبل الدخول بقى في الادويه، موضوع الادويه التبول الاراضي زي يوريبان او ديترونين شراب او الايميبرامين او الحاجات دي، يعني ما تلجاش فيها الا اذا الحاجات الطبيعيه دي ما جابتش نتيجه، ولازم طبعا التعليمات اللي اكيد الستات كلها حافظينها، ان تقومي بالليل يروح الحمام، قبل ما يدخل ينام يروح الحمام، توديه الحمام، تعوديه ما يشربش ميه كتير قبل النوم بساعتين، بلاش مشروبات غازيه، بلاش الشاي والقهوه، الحاجات اللي هي اصلا طبيعيه مدر للبول، يعني يقلل الشاي لان الشاي مدر للبول، والمشروبات الغازيه. 8 سنين. طب هنا مش محتاجه متخصص نفسي؟
هو بتاع المسالك اللي بيحدد حاجه زي كده، او هو عاده اللي بيكتب حاجه زي كده. هو موضوع التبول اللا ارادي، حتى احنا عملنا حلقه كامله عنه هنا. يعني المعظم بيبقى بسبب لوم الاهل والام ليه، فبيبقى فعلا حاجه نفسيه في الاول والاخر. فالتعامل الصح، وانا بقول لها تشوف الحلقه بتاعتنا هتستفيد منها جامد هنا في صدر. عظيم جدا. طيب لسه دكتور هنكمل معاك بقيه اسئلتنا، لكن هنطلع لفاصل صغير ولسه هنكمل معاكم في الكبسوله مع دكتور باهر السعيد. خليكم معانا. مكملين معاكم كلامنا عن الانيميا وإين بوكس في الكبسوله مع دكتور باهر السعيد. دكتور، ازاي نزود من امتصاص الحديد؟ هو كلنا عارفين اكتر حاجه بتزود امتصاص الحديد فيتامين سي، بس برضه فيتامين الف، يعني فيتامين الف وفيتامين سي الاثنين بيزودوا امتصاص الحديد بنسبه كبيره جدا. فيتامين الف او البيتا كاروتين اللي هو المسؤول عن اللون البرتقالي اللي موجود في الجزر والحاجات اللي فيها فيتامين الف، مش شرط انك تاخدهم كمكملات غذائيه، لا، الحاجات اللي في الاكل اللي فيه كاروتينات زياده او فيتامين سي زياده، ده بيفرق جامد جدا في امتصاص الحديد وتخزينه كمان بشكل اكتر في الجسم. طبعا الفيتامين سي عارفين، الجوافه، الفراوله، الخضروات الورقيه، الفلفل، البطيخ، الحمضيات بصفه عامه، كيوي، الكيوي، البروكلي، الحاجات دي. فيتامين الف زي المشمش، البرتقان، برضو البرتقان فيه فيتامين سي وفيتامين الف، الخوخ، الفلفل الاحمر، الحاجات دي كلها بتزود امتصاص الحديد بنسبه كبيره جدا. يعني لما تاكل كبده ولا حاجه فيها حديد زايد، حاول تاكل معاهم الحاجات دي. اللحوم والاسماك والدواجن بيبقى فيها كل الحاجات اللي انت عايزها مع اكل خضار معاها، بيفرق جامد جدا. عظيم جدا. طب هنا بقى، يعني ايه انواع المكملات اللي موجوده في السوق اللي بتحتوي على الحديد؟ في طبعا اشكال كتير جدا من المكملات الغذائيه في السوق المصري يحتويها الحديد. في نقط مثلا للرضع الصغيرين زي انريتش نقط، مثلا هيدروفيرين نقط، في اكياس بتبقى حديد مع لاكتوفيرين عشان زياده الامتصاص زي الفورتري، الفيتوسيل. في بقى انواع شراب للاطفال زي فيروجلوبين شراب، فاروفيت حديد. بتلاقي دايما انواع، بتلاقي مثلا براندات، تلاقي مثلا نوع كالسيوم ونوع حديد. الحديد تقول لك يعني عشان تفرق بين الاثنين، المكملات اللي فيها حديد بتبقى مكتوب with iron. اول ما تلاقي with iron دي يعني بالحديد، لان بيحصل غلطات كتير في بعض السيدات، ممكن الطبيب ما بيبقاش موضح الكتابه كويس. فانت دايما لو الطبيب كاتب لك حديد اتاكدي في انواع زي سانسوفيت مثلا، بيبقى سانسوفيت عادي وسانسوفيت with iron. كلمه iron دي يعني مدعم بالحديد. في سانستول زمان كان سانستول وسانستول with iron، فاروفيت، في فاروفيت عادي وفاروفيت with iron. في حديد، اشربه حديد بيبقى حديد مع حاجات تزود امتصاصه، يعني بيبقى حديد وزنك وفيتامين سي ومش عارف ايه. وفي انواع حديد بيور كده لوحدها زي هيدروفيرن، زي مثلا حاجه زي هيموجيت شراب، زي فيروز شراب، بيبقى حديد بس. في بقى الكبسولات بتاع الحديد، في انواع رخيصه زي ايزيد جلوبين، زي الفيرو 6، الحاجات دي كلها مثلا شريط 7 جنيه 8 جنيه. في حاجات اغلى، في فيروجلوبين، في انواع كتير جدا، في سيرجران هيماتينك، في انواع كتير في السوق المصري. في حاجات حبيب حديد بتبقى استحلاب، في انواع بتبقى محمله على احماض امينيه زي الفيروترون او الفرافيرو 27. في حاجات بتبقى استحلاب للناس اللي ما بيعرفوش يبلعوا كبسولات وخاصه الحوامل. في انواع في السوق المصري، يعني من اكتر الحاجات تعددا في السوق هي المكملات الغذائيه بتاعه الحديد، بس لازم اخدها يبقى باستشاره الطبيب او على الاقل الصيدلي عشان ما تاخدش جرعات زايده ممكن تضرك. طب دكتور، ايه اعراض انه يكون في حديد زياده عن الحد المسموح به في جسمنا؟ لما يترص بالحديد في جسمك، الشخص ممكن يحصل له شويه اعراض زي الم عام في الجسم، يعني جسمه كله بيوجعه مثلا، سرعه في ضربات القلب، ضيق في التنفس. يعني زي ما الانيميا بتعمل ضيق في التنفس، الزيادة عن الحديد في الحد المسموح به بيعمل ضيق في التنفس، رعشة، ممكن يحصل تسبغات في الجسم في مناطق معينة. ممكن برضو، طب هو الجرعات الزايدة دي تيجي ازاي؟
يعني يكون مثلا الهيموجلوبين بتاعي كويس اصلا، يعني انا عنديش انيميا، عندي 13 مثلا ولا 14، واخد حديد زياده لو بجرعات متوسطه حتى، او لو واحد عنده نقص بسيط في الحديد وخد جرعات عاليه قوي من الحديد ممكن يحصل كده، او لو في اضطراب وراثي او خلل في الجينات بيعمل زياده في امتصاص الحديد من الاطعمه، ده ممكن وعديله بقى كمان مكملات حديد فده يعمل مشكله زيادة. يعني مثلا مرضى الثلاسيميا اللي هو انيميا البحر المتوسط دول في بيبقوا ممنوعين مثلا من الحديد، لو اخذ حديد زياده بيزود الحديد فبيبقى خطر عليهم، بس فالامراض الوراثيه ممكن تعمل مشكله برضو في موضوع زياده. هي دي نفس الاعراض اللي برضو ممكن اي حد ياخد بيها جرعات زياده؟ ما هي هي الاعراض دي، سرعه ضربات القلب، دي في التنفس، الصداع، الحاجات دي، رعشه في الجسم. طيب نرجع مره تانية معاك يا دكتور لبعض الرسائل اللي جات لنا. ناخد معاك، احنا قلنا حاجه لتساقط الشعر، كمان حاجه للتخسيس قلناها، حاجه لفروه الراس والقشره نوره برضو قالتها. طيب دكتور بعد اذن حضرتك، عايزه حاجه لعدم الاتزان ودوار شديد في الراس من وحيد. من عدم الاتزان حاجة زي أموسريبرال مرتين في اليوم، أموسريبرال مرتين في اليوم من أفضل الحاجات على الإطلاق، وحاجة من بدائل البيتاسيرك زي مايكروسيرك أو فيرسيرك 16 مرتين في اليوم، يبقى المايكروسيرك والفيتاسيرك أو بيتاسيرك مرتين مع أموسريبرال مرتين، دول بيزبطوا خالص إن شاء الله. طيب الصداع المستمر علاجه ايه؟ باخد بنادول بيسكن شويه ويرجع الصداع تاني. الصداع بيبقى له اسباب، لازم تدوري على العلاج على السبب بتاعه. الصداع في حد ذاته بيبقى عرض لحاجه تانية، المفروض تشوفي الاول الجيوب الانفيه، تشوفي الانيميا اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي، تشوفي النظر، تشوفي حتى الضغط، ممكن يكون ضغطك واطي، فانت ما تقعديش تاخدي مسكنات على الفاضي، لازم تعرفي سبب الصداع وتعالجيه الاول. محمد صبر بيقول يا دكتور ابني عنده 14 سنة وعنده سواد تحت العين وفوق العين كمان. 19 سنة؟ 14 سنة. تشوفي برضو الهيموجلوبين الأول، تشوفي صورة الدم الأول، ده من الأسباب. ما كانش هو معظم الحالات الهالات السوداء بتبقى سببها جيني، حاجة وراثية، فما بيبقى لهاش علاج اللي هو هيشيلها خالص، إلا إذا كانت بسبب حاجة، يعني بسبب سهر كتير مثلا، ارهاق جامد، ما بينامش كويس، قله نوم، ما بيشربش سوائل كتير، ما عنده انيميا، الحاجات دي لو كل ده تمام ما فيش اي مشاكل وبينام كويس وبياخد راحته وكده، يبقى سببها بقى وراثي، فبياخد حاجات دهانات موضعيه هي مش بتشيلها بس بتحسن الوضع. وفي حاجات طبيعيه في السوق المصري كتير جدا زي بريتيال اي كونتور، فيردكس اي كونتور، ممكن جازك اي كونتور، اي حاجه اي كونتور، حاجه بتظبط ويبقى يعمل الماسكات اللي هي الطبيعيه بتاع الخيار، الحاجات دي بتساعد اكيد، اللي هي قطع الخيار لما بتتحط، الحاجات اللي فيها فيتامين سي وحاجات بترطب شويه. طيب انا عندي 40 سنه بيطلع في وشي حبوب وفيها ماده بيضاء وبشرتي دهنيه جدا، عايزه حاجه للحبوب وازاله اثرها، وعايزه بشرتي تنشف شويه من الدهون دي عشان زهقت من شكلها على طول بتلمع. من اكتر الحاجات اللي بتجيب معانا نتائج في البشره الدهنيه والمختلطه الستارفيل كلينزر. الستارفيل كلينزر دقيقه ويشطف صباحا ومساء، او لو مش موجود في سينوبار مثلا او توبيجنت، ستارفيل كلينزر بتحط دقيقه وتشطف الصبح وبالليل، ده روتين يومي مع استعمال برضو الكريم بتاعه بتاع حب الشباب كل يوم بالليل للحبوب، لاماكن الحبوب والاثر الحبوب برضو. لو عامله صديد ابيض لازم مضاد حيوي من ماده الكليندامايسين تمشي عليه اسبوعين، زي كليندام 300 او دالاسين سي 300 مرتين يوميا لمده اسبوعين. تمام. احمد سري بيقول عندي وجع رهيب جدا بالمعده لا يحتمل ومش عارف انام منه، ولما انام على بطني بيهدى شويه، وعندي دوخه ووجع بجسمي كله وبسخن كل شويه من 4 ايام، وانا اخذت الادويه ومفيش اي تحسن، مع العلم ماشي من اكتر من شهرين على مادوفيت وميجا سيف متهيألي. لا بس اوميجا ولا ميجا، الاعراض دي كلها لازم طبيب بطني يشوفه ضروري، طبيب باطني على الاقل، يعني طبيب باطني يشوفه. تمام. طيب بعد اذنك يا دكتور، ايه افضل بديل للموتيفال، وهل سيتم اعاده انتاجه مره تانية ولا لا؟ لا، هي اعاده انتاجه مره تانية ده بيسال فيها الشركه المنتجه ليه، هو فعلا ناقص جدا الفتره دي، فممكن تجرب الحاجات الطبيعيه زي دورميفال. دورميفال ده منتج طبيعي خالص، ممكن ياخد كبسولتين قبل النوم بساعه،
هو الموتيفال حاجة مهدئة وبتساعد على النوم، بس هو مش متواجد خالص في السوق، فممكن تاخد دورميفال، ده حاجة أعشاب طبيعية جدا مفيش منها ضرر، كبسولتين قبل النوم بساعة. محمد عبد السلام بيقول يا دكتور إكزيما عصبية وجربت حاجات كتير أعمل إيه؟ ممكن أقول لك على دهانات، يعني حاجة زي ديرموفيت أو دايكال ديرم كريم مع حاجة مرطبة زي بنسينول مرتين يوميا. أفضلهم إيه يا دكتور؟ الدايكال ديرم كويس جدا، حاجة تركيبته مميزة جدا، أو البديل بتاعه كالسي بوهيل كورت يستعمل مع بنسينول مرتين يوميا لمدة شهر، وبعد كده الكالسي بوهيل العادي مرتين يوميا. عايزة مرهم لعلاج التهاب زوايا الفم. زوايا الفم ممكن استعمال حاجه زي ترافو ديرمال كريم من الحاجه، او فيوسيزون كريم كويس، فيوسيزون كريم تمام. كمان سليمان احمد بيقول بقع بيضاء في الوش للطفل وعنده 6 سنين. النخاله البيضاء اللي بتظهر عند الاطفال في السن ده عاده بيبقى بسبب، هو في الاول الناس بتقول ممكن يكون نقص فيتامين الف او نقص في الهيموجلوبين، انيميا يعني. فلو مفيش انيميا كده كده نقول الانيميا، يعني ان ممكن تشوف صوره الدم. بس من ضمن برضو الحاجات اللي الناس ما بتهتمش بيها، البقع البيضة دي بيبقى سبب ان احنا بنتجاهل ان احنا ندي لاطفالنا او نستعمل لاطفالنا واقي شمس. استعمال واقي الشمس والتعرض للشمس الشديده بتاعتنا دي هي اللي ممكن تسبب النخاله البيضة او البقع البيضة اللي بتظهر في وش الاطفال. فانتوا اتعودوا دايما لازم الطفل اللي بيطلع في الشمس وتعرض للشمس لازم واقي شمس. في انواع واقي شمس خاصه بالاطفال ممكن استعمالها، او اي واقي شمس يبقى خالي من البرابين مثلا او خالي من الحاجات الضاره. فاستعمال واقي الشمس مهم جدا للاطفال، لو عنده برده انيميا، وبرده الطفيليات يعني الديدان او الديدان بالذات برده، يعني تعمل صوره دم وتعمل تحليل براز للطفل، تعالج كل المشاكل اللي فيهم مع استعمال واقي الشمس. لو البقع بقى شديده وواضحه الطبيب بيبقى يكتب حاجه اسمها تاروليما سكرين، بس ده بقى في لازم باشراف الطبيب طبعا. تمام. عايزه فاتح شهيه لابني 10 سنين مش بياكل كويس، الهيموجلوبين عنده 12، وفي برضو واحده تانية يعني برضو بتسال على حاجه فاتح للشهيه بس ابنها 3 سنين والهيموجلوبين 10. ماشي، اللي هي 12 مش محتاجة حديد، هياخد حاجة زي في كيدي كير أو كيدي ستار شراب أو فيتاماونت شراب، أي حاجة هو مالتي فيتامينز بس بيبقى فاتح للشهية في نفس الوقت، مع حاجة للهضم زي دايجينورم شراب، دول قبل الغداء وقبل العشاء، ده بيفتح الشهية تمام. بالنسبة للطفل اللي عنده أنيميا مع دولا اللي هو العشرة ياخد حاجة زي النوتيلا كده اسمها فيروبيلا شوكولاتة مرتين في اليوم مع استعمال اللي هو الكيدي كير أو كيدي ستار شراب قبل الغداء وقبل العشاء مع الدايجينورم شراب قبل الغداء والعشاء. حلو. هيما سعود بتقول يا دكتور هل في جهاز صغير بيتلبس في اصبع اليد لقياس نسبه الاكسجين في الدم؟ ايه رايك فيه ومناسب وسعره كام؟ لا هو ده بيبقى يجي مش من الصيدليه، بيجي من المستلزمات الطبيه الاكسسوار والحاجات دي، فهو انواع كتير يعني على حسب النوعيه بتاعته، المهم تكون شركه معتمده يعني ما يبقاش بير سلم. دي نتيجه يعني؟ يعني ما انا شايف ان 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 دلوقتي في حاجات كتير ملهاش لازمه بيسوق ليها، فيعني لو الطبيب طلبها منك هاتي، انما ما تجيبوش من نفسك يعني، لان دلوقتي في ناس كتير بتصطاد يعني. طيب عايزه حاجه للبشره، المسام بقت واسعه وبشرتي متاثره من الشمس يعني تفتح ونضاره، وحاجه كمان لتساقط الشعر بشكل كبير. بالنسبه للمسامات الواسعه تعملي كمادات ثلج في وشك كتير، كل يوم مثلا تعملي كمادات ثلج، ممكن تستعملي تونر كويس للبشره، وتستعملي برضو غسول مناسب لنوع بشرتك، تعملي تقشير لبشرتك يوم بعد يوم او مرتين اسبوعيا بماده الادابالين اللي اتكلمنا عنها قبل كده، نص ساعه ليلا ويتشطف، وبعد النص ساعه تحطي كريم مرطب. بالنسبه لتساقط الشعر بتقول تساقط الشعر خلاصه التوم اللي قلناها، او سيرو بايب او نيو هير سوليوشن او سترونج فيل سوليوشن، تدليك لفروه الراس مرتين في اليوم مع استعمال شامبو مناسب مرتين اسبوعيا، مع استعمال خلطه زيوت اللي دايما بنقولها زيت السمسم، زيت بذور الجزر، زيت الزيتون، زيت اللوز الحلو بنسب متساويه، تدليك لفروه الراس مساء يشطف صباحا يوم بعد يوم او مرتين اسبوعيا،
كل الحاجات دي بتظبط مع حاجه مالتي فيتامينز للشعر، يبقى فيه زنك مع فيتامين مع زنك مع حمض الفوليك مع بيوتين زي هايبوتينس فورميولا حبايه بعد الفطار يوميا. ولو عندك انيميا، الانيميا من اكتر الحاجات اللي بتسبب تصاوت الشعر، فاي سيده عندها تصاوت الشعر شوفي الهيموجلوبين بتاعك ضروري ضروري، مهما اخذتي علاجات لتصاوت الشعر وانت عندك المشكله في الهيموجلوبين اكيد هياثر جامد. كمان رساله من هويده شاكر بتقول ممكن حاجة فيها فيتامين بي 12 يكون كويس لمريض سكر، لأن الدكتور كاتب لها بيوريون وهو مستورد وغالي ومش موجود. فيتامين بي 12 في حاجات دلوقتي أشكال كتير في السوق المصري، في قراص تحط تحت اللسان اسمها دلتا فيت، دي كويسة جدا للناس اللي خايفة من الحقن، أو في حاجة زي فيلم كده بتحط على اللسان اسمه ميسايل تكنو للناس برضو، أو لو عايزة حقن بقى من أعلى الحاجات في أمبولات اسمها أومنيفورا أو ليفا بايون، أومنيفورا أو ليفا بايون بتتاخد حقن عضل كل 3 أيام. لو يبقى لو القراص عندك الدلتا فيت، لو الفيلم اللي هتحط على اللسان ميسايل تكنو، لو حقن أومنيفورا أو ليفا بايون كل 3 أيام واحدة. برضو رسالة تانية، حد عايز نوع حديد يكون مش بيأذي المعدة، عندي التهاب في المعدة وارتجاع مريء وأنيميا شديدة وبرضع. لو أنيميا شديدة قوي أنا شايف أنها تاخد حاجتين مع بعض، حاجة يكون فيها لاكتوفيرن حتى هتزود مناعتها، من أعلى اللاكتوفيرن اللي في السوق في كياس اسمها فورتري، ده تركيز اللاكتوفيرن فيها 200 وجواها حديد وزنك. تمام. فتاخد كيس واحد يوميا فورتري، ممكن كيس في كوبايه زبادي في عصير، وتاخد معاه الفرافيرو 27، تاخد الفورتري مثلا صباحا والفرافيرو 27 بعد الغداء والعشاء، ده لو الانيميا بتاعتها ضايعه زي ما بتقول هيفرق معاها جدا، والحاجات دي ما تفرقش ما تتعبش المعده نهائي. كمان كريستينا غالي بتقول يا دكتور ايه هو التطعيم اللي نازل للاطفال من مواليد 2016، وهل هيكون موجود في الصحه من يوم 1/7 محافظه القاهره ولا لا؟ لا انا ما عنديش معلومه، ما عنديش معلومه بالقصه دي. طيب بعد الولاده بطني بقت سمره جدا، وابني ابره التطعيم شهرين سايبه كلكع مكانها وبقالها 10 ايام. بالنسبه للكلكعه دي اكيد السرومبكس جل او هيموكلار كريم مرتين يوميا مع ماكس ليز قبل الاكل 3 مرات. بالنسبه للسمار ممكن تعمل في حاجه اسمها كارباميد مع ماربلين زي خليط كده، تدليك لمده 2 دقيقة وتسيبه نص ساعه ويتشطف على المناطق اللي هي الغامقه، مع استعمال كريم تفتيح طبيعي زي مثلا ستارفيل وايتنينج كريم او ابيك وايتنينج كريم مرتين يوميا. دكتور باهر نورتنا جدا كالعاده طبعا، وقفلتنا برضه طبعا. شكرا جدا لوجودك معانا. شكرا دكتور. شكرا جدا نوره. شكرا يا جماعه. كده خلاص حلقتنا النهارده خلصت معاكم من انبوكس في الكبسوله، وبكره حلقه جديده معاكم من انبوكس، استنونا.